بالتعليق على الموضوع ينضم إلينا من قطاع غزة عبر الهاتف الصحفي الفلسطيني أحمد قطيح. أهلا بكم أحمد إلى هذه الجولة الإخبارية. الجمعة الجديدة، هذه الجمعة شهدت زخما وتفاعلا كبيرا، يعني ماذا عن فعاليات اليوم والحشد فيها؟ هذا التحية لك وللسادة المستمعين الكرام. انت من هذا الخطر العاجل من حدود بلدة خزاعة، حيث نحن متواجدين الآن في الأحداث عن إسقاط شبان لطائرة تصوير إسرائيلية على حدود بلدة خزاعة شرق خان يونس، حيث تم أخذ هذه الطائرة والسيطرة عليها من قبل الشبان، حيث تقوم هذه الطائرة بالتصوير الجوي للمواطنين. على أي حال، للجمعة السادسة على التوالي الآن يعني تشتعل المناطق الحدودية في قطاع غزة بآلاف المواطنين الذين حضروا في جمعة العمال الفلسطينيين تلبية للدعوات استمرار مسيرة العودة على حدود قطاع غزة. نتحدث عن عدد كبير من المواطنين وصلوا إلى المناطق الحدودية في مشاركة فعالة ومستمرة للتنديد بالحصار المفروض على قطاع غزة. الآن هنا إصابة تنقل إلى سيارات الإسعاف في منطقة خزاعة شرق خان يونس. نستطيع أن نكمل هذا الحديث. تفضل محمد. أحمد، يعني كيف أثر الوضع السياسي والخلاف السياسي خلال الجمعة الماضية على تظاهرات اليوم؟ هل زادت هذه التظاهرات من أعداد المتظاهرين والموجودين في هذه الفعاليات، أم أن انعكس ذلك سلبا على عدد المتظاهرين؟ بالعكس، يعني حتى التهديدات الإسرائيلية لم يأخذ بها الشبان، بل يتقدم يوميا خلال الجمعة أعداد الشبان باتجاه المناطق الحدودية، ونستطيع أن نقول بأن الأعداد هي دائما ثابتة بالآلاف تخرج في يوم الجمعة. نعم. ولا يوجد رغم التهديدات الإسرائيلية أي نقص في أعداد المواطنين، هكذا يتابع الصحفيون والمحللون. ولكن بشكل عام يؤخذ هذا التهديدات على محمل الجد من خلال أخذ الحيطة والحذر من قبل الشبان، خاصة أن قوات الاحتلال تستهدف بشكل واضح المواطنين دائما، ما ادى الى ارتقاء عدد من الشهداء. نعم. كم عدد المصابين؟ يعني مصادر صحفيه اليوم قالت بان هناك عدد من المصابين وقعوا في قطاع غزه في التظاهرات التي تجري اليوم، يعني وانت موجود في قلب الحدث، ما هي اخر المعلومات لديك عن عدد المصابين في تظاهرات اليوم؟ بالتاكيد اعداد المصابين حتى اللحظه تقدر بالعشرات، في حين في ساعات المساء تصل الاحصائيات حسب وزارة الصحة إلى المئات وأحيانا إلى ألف إصابة وعدد من الشهداء. ولكن بشكل عام يتم السيطرة على هذه الأعداد من خلال وزارة الصحة. الآن بدأ سيارات الإسعاف تنقل إصابات جديدة في حدود خزاعة كما تسمع. سيارات الإسعاف تنقل الإصابات، أسرات الاختناق أغلبها جراء إطلاق غاز الأعصاب باتجاه المواطنين على حدود بلدة الخزاعة، هؤلاء المواطنين المتجمهرين الرافضين. إطلاق غاز بشكل مكثف الآن كما نسمع. هناك إصابة جديدة الآن في هذه المنطقة التي أنا موجود بها الآن، يعني يطلب الشبان من سيارة الإسعاف الاضطراب لأخذ إصابات جديدة، وهي سيارة الإسعاف الحدث كما تسمع محمد. نسأل الله السلامة للمتظاهرين. يعني أحمد، مع اقتراب موعد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس وتنفيذ ما أمر به ترامب خلال الفترة السابقة، كيف هو رد الفعل أو الصدى الشعبي على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس وقرب موعد نقلها، وكيف سينعكس ذلك على التظاهرات في الجمعة المقبلة؟ أحمد تسمعني؟ يبدو أن الاتصال قطع مع الصحفي الفلسطيني أحمد قطيح. أحمد قطيح الصحفي الفلسطيني من قطاع غزة، كنت معنا عبر الهاتف من قلب التظاهرات في قطاع غزة، شكرا جزيلا لك.